الو انوار سميح بن الحمد يا حبيب الله، اهلا اهلا يا جماعه. يعطيك العافية يا أستاذ. وينك قلبك يا حي الله يا انوار؟ صحتكم؟ قولي لي الله يرضى عليك. الحمد لله. اهلا يا لمس، اليوم في حماس اكثر. امبارح حصه السابع تحمسوا متاخر، بكري اليوم تحمسوا من اول حصه وتكون الحياه حلوه ولطيفه ونضلنا مبسوطين. يلا بدي صح صح اليوم. أستاذ، Good, how are you? حالك يوم الخميس بعد العيد؟ جميل. بين حصة إن شاء الله راح تكون قبل العيد، يعني راح ناخذها يوم الثلاثاء الجاي. I'm good, Seema, how are you? الحمد لله يا أنوار، الله يرضى عليكم. يا أستاذ، قولي تفضلي. في شاشة سوداء فوق صفحة الكتاب. وين؟ شو الشارع عندكم؟ عادي، هذا لأني فاتح قاعد بجهز لكم بالكوز. تحرك المايك، تسأل السؤال، يس شو وينت؟ تفضل يا إنسان، تفضل يا مرحبا. قولوا لي. Hello teacher, how are you? I'm great, how are you? Today بس we بدي take احكي لك activity book إن شاء الله يا لما. Yes, again. أول إشي أستاذ، كيف ال developing countries تكون دول نامية؟ مش ال developing countries المفروض تكون متطورة؟ كيف إجت من حيث المعنى يعني؟ Developing countries. Yes، شو احنا اصلا نعتبر developing country؟ موجودة بقطعة ال Red Crescent. Okay, developing countries, nations with a low living standard relative to other countries. Okay. طيب هسا ال هذه اللي بسموهم ال advanced countries، كأنه related للدول النامية أو هسا احنا نعتبر من الدول النامية اللي هي developing، لا بسموهم advanced، يعني لو نحسبها انه we're still developing, they have developed and they advanced away far from us. هم بيتطوروا وبعدوا كثير عنا، بس احنا لساتنا developing، بنحاول. وعليكم السلام يا مرحبا، حي الله. هسه بنشوف القطعة بالنص. How is your day going? It's great. I've been awake for 2 hours. It's a long day. أنسان فتحت له المايك. Anybody else? زيد تفضل. مستر زيد tell me. يعطيك العافية يا أستاذ، الله يعافيك. يا اهلا كيف حالك؟ اهلا يا شطناوي، الحمد لله. كيف صحتك يا زيد؟ أستاذ بدي أسألك سؤال عن التوجيهي. يس شور، واي نوت. قول. هسا كيف بيحسبوا المعدل؟ يعني إذا كل سنة بنقدم مواد. بدهم يحسبوه هسه، حيقسموكم اياهم على فصلين، على سنتين. في 5 مواد راح تاخذوهم في فصل، مثلا 5 مواد راح تاخذوهم في فصل، راح يجمعوا علاماتهم مره واحده. هذا الشيء اللي ما له داعي انا بوجهه نظري، بس هم هيك حابين. يعني مثلا انت عندك الانجليش، عربك، انجليزي وعربي ودين وتاريخ، هذول ال4 مواد كل واحده منهم لها 10 علامات في المعدل. بيحسبوا لك اياهم بس بحطوهم على جنب، بيضيفوا لك اياهم على السنه اللي بعديها. يعني ما بعطونا بعد ما نخلص السنة، بنزلوا لنا مثلا من 50 قد ايه جبنا. انت بتعرف هسه، هو لحد مش كثير مبين كل التفاصيل، بس بشكل عام انت بتكون عارف علاماتها وقديش انت جايب. ف تمام، بس كلامك الله يعافيك، بس ما تكثر بس. يا حي الله يا مستر محمد، ولكم ابوك. مستر محمد، بس بالنسبه لعلاماتكم زي ما قلت لك، انه بعد نهايه الاول الثانوي راح تاخذ انت علاماتك، تعرف انت المعدل من علاماتك، ولكن هذا مش معدل التوجيه الكامل. يعني مثلا انت قدمت 5 مواد، راح تعرف انت قد جبت في ال5 مواد، تقدر تحسب زي معدل بسيط لهم، ولكن ما راح يكون المعتمد بقدر المعدل الكامل المعتمد لما تخلص التوجيه ان شاء الله. هو راح ينزل لك باذن الله على موقع الوزاره. بالنسبه لمحمد شطنا، ويا حي الله ويا اهلا وسهلا، نورت فينا جدا جدا. معدل نص توجيه، لسه حتشوف ربع توجيه، حتشوف توجيه هايه على قولة المصريين، توجيه هايه. صبرك جيك وخير بجنن. حي الله يا محمد شطناوي، اهلا وسهلا فيك، واهلا وسهلا في اي حد جديد عندنا على المنصه. الشيء الاسود اللي طالع قدامكم هذا موضوع جدا سهل وجدا بسيط. خلينا نبلش في المقدمه اول، بعدين تبشروا فيه. مين من بنادي؟ أنسى أستاذ، بس أحكي شغلة بسرعة. يس قولي.
هسا المرة الماضية أنا ربحت بطاقة، كنت متوقعة إنه في ميزات أخرى، بس طلع ما في غير مفتاح للمنصة، وأنا معي مفتاح يعني، فبدي أعطي البطاقة لأي حدا أنت شايف إنه هو ما معه. هسه انت اللي فعلتيها ولا لا؟ لا بعدني ما فعلتها، بس أعطوني الرمز، بس ممتاز، بعدني ما عاد. بما انك ما فعلتيها اليوم بنشوف مين من الموجودين ما عنده اشتراك، وان شاء الله بنعملها. وسيما بتقترح خلاص تقدر تبعثيها على جروب الماسنجر، بس هي جانا بتحكي انه بدها اياها. ف خلاص ماشي يعني بندبر من هون لاخر الحصه ان شاء الله، ذكريني وبنشوف بنعتذر حدا. تمام. فاليوم اصلا في مسابقه راح تكون على مفتاح ثاني، فبكر طلع من نصيب محمد انه يربحها. فنبلش في المقدمه ثم ننطلق. دقيقه بس خلينا نجيب المقدمه من هون. انا بدي اطلع شو المنصه، اي منصه؟ ممتاز، فكرت المسابقه راح تكون على بريزنت بيرفكت باذن الله. هيك ما اظن طلع قدامكم بشيء اسود صح؟ لا بيرفكت، ممتاز. طب خلينا بس نجهز ال كلهم انتو تاسع. بس طيب بس ما بعرف مين فاتح المايك، بس بعد انك نسكر المايك ما اخذناه بالمدرسة. والله هذا ما اخذناه المرة الماضية، مش مشكلة. اليوم نحل الاكتيفيتي بوك وبنرجع باخر الحصة بنعملها كوك ريفيجن سريع سريع. بدك تجاوبي، احنا بلشنا ما بلشناش يا جنى. طيب خلينا بس ظل اخر شغله، يعني اعمل الكويز انا افرجيكم معي بدل ما انتم تطلعوا هناك. بريزنت بيرفكت صف التاسع، تمام. ستارت تايم ايون ساموند. بديكم بس تفتحوا على الاكتيفيتي بوك يا سيسينو، بديكم تفتحوا على الاكتيفيتي بوك على صفحة ما بعرف ليش. يا رب العيد يس ان شاء الله. هسه بالنسبة لحصصكم طيب هيك ممتاز، دعم عشان اكون احنا جمعنا كل شيء. هاي من هسه بده يدخل على الكويز، يجهز حاله، يستنى، يقعد هناك. فليتفضل صفحة 47. شكرا شكرا يا جنى، هيك بتطلع امورنا تمام. ايضا المسج انبعث للجميع، هوبفلي يكون مبين عندكم كلياتكم. رابط الحصه وجروب الفيسبوك، الفورم، قناه اليوتيوب، جروب الواتساب، في موقع المفيد للقراءه اللي هو اي اس ال باس، ديكت بوكس اللي هو الابلكيشن للترجمه اللي كان طلع منه معاني كلمات، ورابط الكويز من هسه. وامورنا بتطلع زينه وحلوه ولطيفه، بس تضل علينا شغله واحده. يلا بسم الله. إيه هسه نقدم الكويز ده لاخر حصه ان شاء الله، عشان بس نعمل مراجعات، بس عشان من هسه يكون موجود عندكم. السلام عليكم، معكم استاذ ادهم من منصه ابواب مدرس اللغه الانجليزيه. راح نكون مع بعض ان شاء الله بحصه تفاعليه مباشره واسبوعيه عبر تطبيق زوم. حصصنا هي حصه تفاعليه مباشره، الغرض والهدف منها انه نشرح مع بعض الفقرات الدروس والقواعد المهمه والاسئله اللي انتم مستصعبينها. بالاضافه زي ما هو مبين قدامكم هسه، عندنا كوزات ومسابقات بنحب نعملها عشان نتسلى ونتاكد من فهمها. الخدمة هي خدمة مجانية لجميع الصفوف من السادس إلى العاشر، سادس، سابع، ثامن، تاسع، عاشر. إحنا قرب العيد، كل عام وأنتم بألف ألف خير. إن شاء الله الأسبوع القادم سبت وأحد ما راح يكون في حصص، راح نرجع ابتداء من يوم الاثنين. سبت أحد اثنين ما راح يكون في حصص، راح نرجع ابتداء من يوم الثلاثاء. هو أصلا وقت العيد من الجمعة للاثنين، كل عام وأنتم بألف ألف خير. بعد رمضان إن شاء الله راح نرجع لمواعيد حصصنا اللي كانت أول، اللي هي راح تكون حصة الإنجليش يوم الأحد حصة العاشر، يعني بعد رمضان على خير حصة العاشر يوم الأحد 6:30، يوم الاثنين حصة السابع 5، الثلاثاء حصة التاسع راح ترجع 6:30 بدل ما هي 3:30، وحصة السادس بتضل على موعدها على 5، ويوم الأربعاء بكرة والأسبوع الجاي وثابت إن شاء الله حصة الثامنة على الساعة 5. احنا بنشرح من منهاج الاكشن باك، منهاج الحكومي، ولكن احنا برضه بنشرح من القواعد والفقرات اللي هي موجوده ان جنرال في كل المناهج. فاذا كان عندك، اذا كان منهاجك خاص ممكن تستفيد، يتحل معنا بالتمارين، تستفيد معنا بالقواعد بالاختبارات. وهذا على الكويز المركز الاول بيطلع الاشتراك منصه ابواب، وبعدين ان شاء الله رح نرجع نربح حصص برايفت، لانه في الصف التاسع اي ثينك او بالعاشر والله ماني بتذكر، في طالبه من منهاج خاص حتى حصه برايفت بمنهاجها. يعني ما عندنا مشكله شو ما يكون المنهاج، اهم شيء انك انت تكون موجود، يستمتع، مشارك معنا، تنشر اللايف لاكبر قدر ممكن من الناس. حصه اليوم ان شاء الله اكتيفيتي بوك،
بيج 47 زي ما هم قالوا لي، انا ما بعرف ايش دخل. ثلاثه عندكم عيد كمان، ماشي سيما اذا ما اجت ان شاء الله محروم حصتكم، ما تدخل اللعب حنطردها باذن الله. يا حي الله يا مستر احمد. تمام، كيف تدخل على كويس عن طريق الرابط يا رب. احنا جايين نبعثكم مره اخر الحصه ان شاء الله، هي مجموعه من الروابط اللي حتفيدكم، راح نضل ابعثها كل شوي. خلينا نبلش، نبدا ننطلق. استاذ مش مبين صوره الكتاب، يس اي نو، شو حكيت ما انتبهت. بتقدر تشوفها على اليوتيوب. طيب نرجع نعمل شير على الكتاب عشان ننطلق. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب حكينا انه اكتيفيتي بوك بيج 47. الحصه الماضيه احنا اخذنا قاعده البريزنت بيرفكت وشرحنا عنها وحكينا عن كل تفاصيلها، ولكن المره هاي رح نرجع نعيدها ان شاء الله خلال الحصه. In general, احنا حكينا قاعده البريزنت بيرفكت talks about an action that started and ended in the past, but the consequences of which are still in the present. The effect of the action is still in the present. حكينا الحدث بلش في الماضي وانتهى، ولكن اثر هذا الحدث لساته موجود في الحاضر. For example, I have just returned from school. أنا قد عدت للتو من المدرسة. أنا رحت على المدرسة وخلصت ورجعت على البيت. أثر رجعت على البيت، I'm still in my uniform, I'm still holding my bag, etc. We have a lot of examples or a lot of things that indicate that the action has just ended, but we have the effect. إحنا عندنا كثير من المؤشرات أن الحدث انتهى ولكن أثر الحدث لساته موجود. مثلا انا روحت من المدرسه هسه روحت من المدرسه، بكون لساتني لابس اليونيفورم تبع المدرسه، بكون لساتني حامل الشنطه، بكون هسه وقت الترويح من المدرسه. يعني اتسر وي هاف لوت اوف ثينجز ذات انديكيت ذات ذا اكشن هاز اندد. عندنا كثير مؤشرات ان الحدث انتهى ولكن ممكن يكون اثر لساته موجود. فور ذا فورمز، لما نبلش فيها تحت ان شاء الله بعد ما اخلص الفوكابولري، لما نبلش بالاكسبريشنز، سوري نبلش بالquestion 2 اللي هو the present perfect simple with four sense and time expressions، راح نكتب بالforms affirmative, negative and interrogative. Now we're going to start with question number 1, complete the statements and questions with the words from the box: expedition, tragic, continents, blizzard, explorer, advance and seeds. ما في صورة ليه؟ طب نرجع again. الصورة عندكم واضحة يا رب؟ أنا عندي مبين انهار. واضحة، ممتاز. متى راح يبلش الكويز؟ آخر الحصة إن شاء الله، ثلاثة أربعة وثلث تقريبا، أربعة وربع وخمسة وعشرين اتسرع. إذا لحقنا إن شاء الله وكنا سريعين والحصة كانت خفيفة لطيفة زي العادة، في شو اسمه؟ في ورك شيت خفيفة لطيفة برضه على القاعدة 16 وصفر. طيب أول حدا بنبلش فيه جنى، عشانها دائما تطلب أول حدا وكثير بتحكي لا بمزح. يلا تفضلي يا جنى. أوكي هبلش أول واحدة. حتى لو قلت لها كثير بتحكي برضه بتفتح مايك وتجاوب، هذا الحلو لما تكون انت نفسيتك حديديه وتطلع امورك كثير ممتازه. لا بمزح بمزح، انا كثير بحب الطلاب اللي بيشاركوا ودائما متحمسين معنا. اكثر ماده بحبها الانجليزي، فبكون متحمسه للحصه حتى في المدرسه. هذا شيء انا جدا جدا مبسوط فيه. تستمي يا جنى، تستمي يا جنى ضمن زوري. ايروب از وان اوف ذا كونتيننت اي هاف اولويز wanted تو فيزيت. اوكي يس، انتم بالعاده بتاخذوني بالغدره بكون مركز معكم بالحصه وفي نفس الجواب غلط، فخلينا نفتح على الاجوبه عشان اكون مركز مع الشغل دي. طيب حكينا we have decided that they have made important discoveries. طيب يسلم يا جنى، هذا واضح جدا على تربيه اهلك، فراح اضطر نطلعك برا الحصه وهوبفلي ما تروحي تعيطي عندهم تكذبوا انه الاستاذ طلعك. اوكي يلا خلينا نبلش. فحكينا الاولى خلاص بس. طيب هسه باي ذا واي مش جنى اللي جاوبت، في حدا ثاني بالتعليقات كان وقح جدا، فاحنا طلعت انا هسه من الحصه، حاولت اول مره اعطيها فرصه بس للاسف الناس اللي وقع زي هيك ما تستحمل. anyways لا حرام، مش قاعد تحكي. لا طيب هسه جنى جاوبت الاولى اللي هي continents. طيب هسه عندنا مريم، بدي من مريم، اين انت يا مريم؟ تعالي يا مريم، بدنا نغلبك في شغل. بدي تحكي لي معاني الكلمات الاولى. الاولى حكينا اكسبيديشن معناها رحله، اذا بتعرف معنى الكلمات بعدين بتجاوب معنا الثانيه، وانتم بالتعليقات شاركونا. هسه خلينا نفتح الشات على بعض عشان نشوف بعض. طبعا ما طلعت جنى، طلعنا الاشرار. يلا بس نقسمهم على بعض. يلا يا مريم، اكسبيديشن حكينا معناها، او اسمه في عندنا اقتراح احلى، تعطيني الجواب تعطيني معنى الكلمه. اوكي
يلا روحي. الأولى حكيناها continent، معناها continents معناها قارات. Okay. Two. Will you get me some seeds from the market? Will you get me some seeds? I want to grow some lettuce. That's ومعنى اسمها معنى seeds اللي هو بذور. Perfect, perfect. Seeds معناها بذور. Okay. طيب هسا طيب عشان على الترتيب اللي هطلبوه. لما قصي وشهد. بعدين بنشوف اللي رابين إليهم شنو حيسبوا عليه. طيب. لما وهي وين قصي؟ إذا قصي مش رافع إيدك بدك تجاوب. يلا let's go. How many days does the explorer مستكشف؟ ممتاز. Does the explorer؟ طبعاً اعذروني بالكتابة، راح أبعث لكم الأجوبة من دليل المعلم من شوي مع بعض. حل حل نقرب شوي. طب شين كتلي explorer معناها مكتشف؟ شفت ليه بفتح الكتاب؟ أنا كثير بكون مركز بين الحصة وبين الأجوبة. مستكشف. يلا يا قصي مرة تفضل يا قصي. طيب how many days does the لا مرحبا استاذ. يا حي الله يا اهلا وسهلا. قل لي يا لبك استاذ الشاشه مش واضحه عندي انا مش شايف المايك بتاعه ده هسه هو قصه الشاشه. حاول انك تحمل الكتاب غير اللون تمشي رسم غير اللون مرجع صار اللي بصير شو اسمه انا لاني باخذ لها سكرين شوت من البي دي اف وبعدين بنزلها هون فمرات ما بتكون واضحه فانت حاول تستخدم كتابك. هشوف ناس غيري الا مني ترجع لي نرجع لك على الاكتيفيتي على الاكتيفيتي بوك سوري على الجرامر على كويستشن 2. طيب حكينا هسه بعدها عندنا شهد بعد شهد عندنا انسام بعد انسام عندنا مرح. يلا هي شهد تفضل يا شهد بعدين انسام بعدين مرح وصلت عندكم مايكات بعدين ساندرا. هاي عندنا واحد شهد انسام مرح ساندرا هيك بنكون خلصنا السؤال. يلا يا شهد طب تعطى فرصة لحم يفتح معها الماي. لا لا هذا ممتاز. وباي ذا واي احيانا بصير في مشكلة بالمايك بس ما بتكون من عندي رح لكم المايك فجأة بسكر لحاله بس مش من عندي. طب anyways ما بعرف شو المشكلة صارت عند شهد. لحم ترجع مين حكينا بعدها؟ برافو ايه استفضلي. need to complete the expedition to the jungle. expedition يعني رحلة أو حملة. expedition اللي هي الحملة أو رحلة الاستكشافية. برافو برافو. مين حكينا بعديها بعد أنسان؟ أنا. إنما راح استفضلي. it's going to take the sailors a lot of effort too. يلا هلا هي بتاخذ بلاي زير زيرد الارف افورت تو لا هسه احنا صار في تعديل انت بدك تجاوب اللي فوق مش انت وحدي هون بتقدر بدي اللي فوقها بدك اربعه انت صح؟ اربعه بس طيب انت اليك اربعه الفراغ الثاني خلينا نخلي ساندرا تجاوب الفراغ الاول عشان نكون متفقين على الترتيب لانه شو اسمه ذاك الاول كان فك هذا لا ما لانه أوكي. كان في... كان المفروض شهد بعدين شهد ما بعرف شو المشكله اللي صارت. اوكي ادفانس ممتاز ممتاز تو ادفانس ات سي بيكوز اوف ذا تيربل. شو اخر جواب يا مرح؟ بلا بلاز حسب احكي لك معناها بالعربي لانه صعب. بليزرد معناها عاصفه ثلجيه. عاصفه ثلجيه ممتاز. بليزرد عاصفة ثلجية. Okay. Yesterday my parents told me about a big accident that they saw on their way back home. It was. يلا مين عندنا؟ عندنا زيد. والسؤال الثاني بتبلش عندنا سيما و وبعدين نرجع لجن. هي شهد رجعت. يلا الله يعافيك استاذ بعطيكم الجواب هو تراجيك ومعناها مأساوي. Tried yesterday my parents told me about an accident they saw on their way back home. It was tragic. ممتاز. Tragic معناها
مأساة. برافو برافو يا زيد. طيب خليني بس أشيل الشير وأرجع بعد كمان مرة، أرجع أشيل كمان مرة هون، هوبفلي يكون بينكم. إحنا صفحة 47 يا خسارة. now for question 2، حكينا شهد سيما ونرجع دورة جديدة من عند جنى، صح؟ في حدا ما جاوب هون؟ كل ساندرا جاوبت. يلا وين شهد؟ هوبفلي يكون ظبط معها موضوع المايك. الصوت مو واضح، هذا السؤال ولا بتبلغينا ولا ايش فيه؟ اصلا الشير لساته لودينج، علق النت ثواني. ممتاز. احمد مش رافع ايده اليوم ليه؟ طب هسه مبين عندكم الشير، نرجع شوي. مالها اليوم؟ ممتاز. هيك طالع الشير يعني عندي مش مبين لساته. اني ويز يلا خلينا حكينا عنا طب احنا مصرين شاهد الجواب، شاهد لسه ما جاوبت. انا حكينا طيب نرجع لموضوعنا، عندنا هسه سنس اوف وورد، صح؟ هاي شغله حكينا فيها المره الماضيه بس ما صح ان نحكي فيها وقت بشكل كافي. السنس اوف وورد والتايم اكسبريشنز ان جنرال. بس نوقف ثواني عشان تركزوا معي. احمد رح يجاوب ان شاء الله معنا في السؤال هذا. هسه انا اعزائي سنس اوف وورد، فور بتحكي على بدايه الفتره. فور بدايه الفتره. سوري لا علي سنس بالله. فور بتحكي على مدة الحدث. تيجي يعني 4 2 years 2 hours 2 weeks 3 months أي شيء بيعطيك فيها وقت. سنس بالمقابل زي هو مثلا 4 3 years. سنس بتحكي لك على بداية الحدث، متى بلش الحدث. يعني سنس I was 7 سنس 2012. ما بحكي لك 4 2012 لأنه هذا تعتبر أنه 4 لمدة 2012، لا هي بتيجي سنس 20 سنس 2012. رح ناخذ عليها ورقه عمل ان شاء الله كمان شوي ناكد على معناها والفرق بين سنس وفور. طيب تايم اكسبريشنز ان اوريدي سنس وفور وجاست ويت وستيل وسو فار، بس من ضمن التمارين ومن ضمن ورقه العمل رح نفهمهم اكثر واكثر ان شاء الله. طيب حكينا هسه عندنا وين راح بارتيسيبانتس، يلا على الدور. سيما بعدين احمد بعدين شهد اذا ظبط معها المايك. استاذ بعث لهم ايش صار، بعث لهم رابط الجروب بس جاوب الاولى. هسه الاولى they have lived in Aqaba for 3 years، عاشوا لمده 3 سنوات في العقبه. بي she has known her best friend space they were children، يعني هي بتعرف her best friend صديقتها برافو يا سيما سينس. هسه عندنا احمد، تفضل يا احمد بس نكتب هون سينس. السلام عليكم. وعليكم السلام يا حي الله يا نورت. استاذ جوابها 4. He has worked for this company for 2 months. برافو برافو. For 2 months. We haven't opened the gift space. It arrived last week. طيب مين بدنا نرجع احنا من البدايه؟ طب بدنا ننزل ايدين عشان برفع ايده اول هو بجاوب. يلا تفضل يا لما. بعد لما جنى بعدين مريم بعدين انسى. بعدين ساندرا، يا رب تكون لحقت حقه. عمر ارفع ايدك وتبشر. وين راح سمع؟ احمد لا صوتك مش مسموع. طيب هسه احمد الخصاوي وعمر عشان لسه ما جاوبوا هذول راح ابديهم عليكم بعدين يجوا على الدور. شو اسمه؟ وين إلا ما المفروض تجاوب دي ما جاوبت. طيب هسه عشان نعتمد شغله راح اللي جاوبوا من قبل راح يرجعوا يجاوبوا على الدور، بس اذا حدا جديد رفع ايده راح ابدي عليكم. فاحمد ولما، لما جاوب دي احمد جاوب اي، بعدين عمر بتجاوب اف، ننتقل على السؤال اللي بعده بالباقيين ساندرا ومريم وانسا. ما بعرف شو المشكله عند لما. We haven't opened
the gift since it arrived last week. ممتاز ممتاز. أنا since it arrived. يلا يا أحمد اللي بعدها. منذ أن وصلت الأسبوع الماضي. I have played the piano space I was seven. أنا sorry بلعب بس على البيانو فراغ عمر 7 سنوات. بس صوتك مش واضح، حاول على صوتك انت وعمر، واحد فيكم على صوته اللي بيجاوب. الو مرحبا. يا حي يلا يا اهلا وسهلا نورت يا عمر. اللي جاب فور اي وحده؟ اف فور. ممتاز. My dad has worked in Egypt for 2 years. والدي عمل في مصر لمده 2 سنين. ممتاز. احنا بس نشوف احمد يجاوب اللي قبلها لانه ما سمعت صوته. برافو يا أحمد، برافو يا لما. يلا هاي أحمد. I have played أحمد الخصاوي. I have played the piano space I was 7. أنا صار لي بعزف البيانو فراغ عمر 7 سنوات. ترجمة مرة ثانية. أنا صار لي بعزف البيانو فراغ عمر 7 سنوات، يعني هو من لما كان عمر 7 سنين هو بيعزف البيانو. هون حكى لنا عن مدة الفترة ولا بدايتها؟ مدة الفترة. هسا من لما كان عمره 7 سنوات، يعني هو حكى متى بلش يتعلم البيانو؟ فهي بتطلع يا احمد سنس منذ كان عمري 7 سنوات، بتحكي على بدايه الفتره، مش مشكله ان شاء الله بتعوضها بالسؤال اللي بعده. طيب rewrite the sentences using the words brackets. بدنا نرجع نكتب الجمل باستخدام الكلمات اللي بينقسم. طيب هون بس نكتب الفورم تبع القاعده، هون بدي اياها هي مصطلح كلياتهم راح يكونوا affirmative. طيب قاعده الaffirmative بتكون عندنا اللي هي subject زائد has have زائد. هون بما انه طالب مني since و for راح يكونوا باخر الجمله has و have زائد verb 3 زائد تكملة الجملة من ضمنها since أو for. تمام؟ اللي هي since و for بيجي بآخر الجملة عندنا. since و for. أنا بيهمني has أو have مع verb 3. الجملة الأولى I started to learn Greek 3 months ago. تمام. طلب انه يكون الفيرب عندنا نستخدم for. I have learned Greek for 3 months. الثانية my sister moved to Paris in 2003. my sister شقيقتي انتقلت الى باريس في 2003. وانا بدي احكي على بي والسنس، بدي احكي انه هي صار لها من 2003 موجودة هناك. طيب can I start a conversation في هسه جروب على الفيسبوك موجود بعثكم اياه كمان شوي. طيب حكينا أوصل بفتح فيكم مايك أول جنى وأنسام ومريم. أنسام ترى تفتح فيكم مايك أول بدأ بحاله بجاوب. أنا جنى. My sister has been since 2003. My sister again has been in Paris since 2003. ممتاز ممتاز. My sister has. طيب هذول ببعثهم ببعث جواب الصفحة كاملة بس برافو. My sister has been in Paris my sister has been in Paris since 2003. I see من هناك تنسخ المسجد نفسه. اوكي اذا جنى جاوبت صح؟ ولا مين جاوب؟ لا مش جنى، انا هذا جواب الثاني. طيب مين جاوب الثاني؟ انا جنى. لا مين جاوب هاي؟ مين جاوب my sister؟ انا. ساندرو جاوبت. اوكي يلا هسه جنى انسام مريم على الدور. They have had their television since last July. They have had their television since last July. ممتاز ممتاز. الصوت ما فيك مايك ما بعرف شخصين قريبين من بعض في التليفون. يلا انسام اللي بعدها. Huda has learned how to dive for 2 weeks ago. ممتاز. Huda has learned how to dive for 2 hours. Huda began her driving lessons.
طيب جملة مش جملة مش منطقية شوي، المفروض تكون هدى has been learning to drive or has been taking her driving lessons. Anyways، هو جوابك صح، has learned driving for 2 weeks. Number five. حكينا مريم صح؟ آه هاي أستاذ. شو اسمه؟ أحكي الجواب ولا السؤال من أول؟ أزولك حب تقرأي تجاوبي لا تحرك فيها. أحكي السؤال. We joined this class in October. The answer: We have been to this class since October. ممتاز ممتاز. طيب أكيد. اليوم راح أحاول أبحث. أنا بعثته أكثر من مرة ما بعرف. ما أعرف ليش ما وصلكم. طيب أحمد انطلق بعدها. بعد أحمد عندنا حيجاوب زيد. My family has been in Canada for 2 years. ممتاز ممتاز. My family has been in Canada for 2 years. طيب زيد تحب تقرأ السؤال اللي بعده؟ My family has been in Canada for 2 years. طيب هاي الجمل. يلا بلش في السؤال اللي بعده. يلا. دقيقة بس خلنا أعتبر هي الجواب السؤال. خليني أجيب لكم بالصورة، أجيب لكم المقطع اللي قبله عشان أكون لكم الصفحة كاملة. ما بعرف شو المشكلة إنه وصل أو ما وصل، لكن نزلته على بوست على الفيسبوك ذكروني بس. السؤال هذا سهل، أي سؤال؟ ما مش دخل. بس كوبي. مش فاهم شيء، مش مشكلة يبي هسه ندبر لك الموضوع. بس احنا حاليا بنحل الكتاب الاكتيفيتي بوك، كتاب التمارين، بس من عوض لك اياها. طيب هيك اظن اموركم تطلع ممتازه. اللي بده ياخذ اجابات بده ياخذهم. السؤال هو صفحه 48. هي هذول الاسئله اللي بالصفحه هاي. كم ضايل الحصه؟ الحصه بتخلص 4:30، 4:30 ولا كيف. طيب رح نرجع نعمل مراجعة للقاعدة بآخر الحصة كمان مرة عشان نتأكد من فهمنا إلها وتكون أمورنا تمام التمام. بدك تحل السؤال هذا بعدين بلش بالكويز. من خلص الصفحة هاي وممكن جزء من الصفحة اللي بعدها، يعني ما في مشكلة. ما أتأكد بس من شغلة، نتأكد إذا بزبط المد نتوفى بعد الحصة. دقيقة هو بزبط، الأقرب حصة بتكون على 5، فبزبط نتأخر شوي بالكوز، مش مشكلة. أنا بهمني إنه نأكد ال اسمه، نأكد القاعدة، نأكد فهمنا إياها. Anyways، وصلنا عند هون section 2 the present perfect simple with four sense and time expressions. By the way، على قناة يلا بس ثانية واحدة بدها تبلش على قناة اليوتيوب، كانكم تدخلوا وتلاقوا الحصة الماضية اللي شرحنا فيها القاعدة. يعني احنا شرحنا القاعده وحكينا عنها بكل تفاصيلها وحلينا عليها تمارين، حلينا عليها كان في كويز كمان. فممكنكم تتاكدوا من هذا الموضوع وتفهموا وتراجعوها عشان ما نضلنا نعيد اكثر من مره ونستفيد من وقتنا قدر الامكان. يلا تفضل. فور اول 5 هورس ليه مع 4؟ ثواني اجين الونج تايم along time will half bus during حلينا. تمام. عندنا 5 هورس ليه مع 4؟ تمام. هسه اللي بدنا نعمله بدي احط ال 4 باللون الاحمر اللي هو 4 5 hours. يلا اللي بعده 5 hours مع 4 وجولي مع ساينس. جولاي مع ساينس. برافو برافو. طيب خلينا نكتبهم وخلص. هنا ساين ويبس اي اورز مش هورس. اوكي خلصنا. زيد مين بده يجاوب؟ اي حدا من اللي مش رافعين ايديهم فليتفضل مشكورا ديما اذا بتحب عشان اشرح لها الجزئيه القاعده اللي مش فاهميتها. ذن نعود. الشات مفتوح للي بحب فليتفضل مشكورا. طيب تفضلي يا جنى. يلا الأولى حليناها وحكينا السنس تيجي مع جولاي. اللي بعدها. اوكي هسا 15 minutes. 15 minutes. سنس. لا هنا for 15 minutes لمدة 15 دقيقة.
أستاذ حكيت إنه بتيجي فور مع المدة الطويلة. لا المدة الحدث for one minute, two minutes, one second, three seconds. هي الفكرة إنه بتحكي على مدة الحدث بغض النظر الحدث كان طويل قصير أو whatsoever. يعني أهم شيء بس فيك إنه قديش قاعد الحدث. يعني مثلاً زي اللي بعدها for three days لمدة ثلاثة أيام. تيجي فور. بتيجي فور فور three days لمدة ثلاثة أيام. مثلاً Monday ما بزبط نحكي لمدة الاثنين، لا هي منذ الاثنين لأنه since Monday منذ يوم الاثنين. طيب اللي بعد نشوف أنسام، وتركز في تكملة السؤال عشان تفهم الفرق بين since وفور. أنسام عندنا حكينا Monday اللي هي since Monday، اللي بعدها اللي بعد Monday yesterday كمان مع سين. ممتاز لأنه منذ البارح yesterday. طيب اللي بعد عندنا since months، مين بيجاوبها؟ عندنا لما، بعدين أحمد، بعدين شهد. لما أحمد شهد يفضل واحد أنا بجاوبها. Six months four. ممتاز. يلا يا أحمد. I was a child. I was a child اللي هي since. ممتاز ممتاز. 2005 يا شهد. Four. لا 2005. Since. ممتاز هي a child وهون احنا عندنا since 2005 واخر واحدة many years عدد سنوات for many years. Write two answers to the questions using the words and brackets. How long have you been to compete and بدي شيء احنا نجاوبه على نفسنا، بدي شيء من القاعدة. Complete the sentences with the correct form of the verb. In brackets use the present perfect simple or the past simple. اوكي هون بدينا نستخدم present perfect او past simple اللي هو بدنا نستخدم اما احد فورمين اللي هو subject زائد verb 2 اللي هي simple past او present perfect اللي هي subject زائد has زائد verb 3. الفرق بينهم ال keywords إنه simple past بكون yesterday, ago, when, last، وال present perfect بكون just, already, ever, never, since, before. Let's start with them one by one. The first one, I space in Jordan since I was a child. إحنا عندنا هنا since. بما إنها since لا ال present perfect بتكون has have verb 3. الجملة الثانية, my family space in Madaba when I was young. هنا إحنا عندنا when. When تجمع simple past. يلا مريم. My family lived in Madaba when I was young. ممتاز ممتاز. My family lived in Madaba when I was young. برافو برافو. اللي بعدها. ممتاز. Yes. جمل غير جملك. ليه؟ ما بعرف. إيه صفحة واحدة. أنا صفحة 48 سؤال ثلاث. ليه شو جاوبتيها؟ أنت سؤال ثلاث. أنا فكرت سؤال اثنين. لا لا سؤال اثنين based on your answer فعشان هيك من السكيب. فعنا إن الثانية بتطلع عنا ليف. أنا بحب أستخدم بحب نحل مع بعض أسئلة ممكن كلنا نستفيد منها ونستفيد من الأجوبة اللي فيها. تمام. طيب عنا هسا وأنا مسكر عليكم الشات. لا مفتوح خلاص تمام. أيوة عنا اللي بعديها الثالثة سيما. سيما جاوبت have used. ممتاز ممتاز. I have used. يس يا ديما أمريني. هاي قاعدة الـ present perfect المضارع التام. احنا هنا حكينا هنا إنه for فبتطلع have used قد استخدمت. I spaced my mobile phone three times yesterday. احنا عنا هنا yesterday. برافو يا أحمد. فتطلع I used. الكتابة غير احنا بنشرح منهاج الـ action pack منهاج الحكومي. فاحنا ممكن عشان حكيتكم بداية الحصة وكانكم تستفيدوا من القواعد فبنرجع بنعمل ريفيجن سريعة إلى إن شاء الله كمان شوي. الخامسة from the day he took part in the race camel space a lot of friends. تمام. هنا احنا عندنا من اليوم اللي هو اخذ في كان في جزء من ال
اليوم اللي هو كان في جزء من السباق كامل فراغ الكثير من الأصدقاء. هنا يظهر عندنا بشكل واضح اللي هو the use of the sentence. An action that started in the past but the effect is still in the present. أو an action that started in the present but it hasn't ended yet. حدث بلش في الماضي وانتهى وأثره موجود، أو حدث بلش في الماضي ولسه ما انتهى. هنا احنا من لما بلش بالسباق عمل كثير أصدقاء، يعني هو لسه السباق ما خلص، مشاركته هو بالسباق ما انتهى، لساته كل يوم أو يومين أو بشكل عام مشارك بالسباقات. فوجوده بالسباقات، وجوده في المضمار، هذا اللي بيساعده يكون عنده أصدقاء كثيرين. فبتطلع عنا هنا كامل has made. بالمقابل اللي بعدها كامل a lot of friends when he took part in the race. كامل فراغ الكثير من الأصدقاء عندما شارك في السباق، يعني هنا هو شارك وانتهى. هنا الفرق انه from the day، منذ شارك، ما حكى انه الحدث انتهى. هنا بحكي لنا انه when، عندما، في الباست، لها علاقة في الباست. يعني هنا نستخدم made verb to. no Jenna not make، لا made verb to منها made. I finished the question for this page. yes okay. طيب نشوف الصفحة اللي بعديها شو فيها. present perfect and هنا questions and answers مسامحكم فيها حاليا. هذول طيب هذول حاليا فورنا، وانا شوي مسامحكم فيها، هذول ناخذهم ان شاء الله الحصه الجايه. طيب عشان انا بنسى ايه، ممكن تكتب بالشات I know but Jenna's answer is me. خلاص مش مشكله، الحرف اللي فيها مش بين القوش. طيب التاسع، طيب الأسبوع الجاي المفروض إنه reading students book. طيب بدي أحط ملاحظة أنا عندي هنا، أي صفحة إحنا؟ activity book pages. ما نعطوا الصفحة اللي الجديدة اللي ما بلشت فيها أنا، 49 50 دول عشان ما ننساه. ممتاز ممتاز. طيب هيك هاي الصفحة، وصفحتين هذول حلو إن شاء الله الحصة الجاي. هسا اللي بدنا نعمله، بدنا نعمل مراجعة سريعة للقاعدة، نبلش بالورك شيت، وآخر حصة نعطيكم الكويز وتبدأوا فيه. الكويز تيست موجود إن شاء الله. واحد بقول لي كويس، واحد بقول لي كويز، مالكم؟ تبغوا صح؟ آه. كويز. نعم، انتم بألف ألف خير يا مرح وللجميع، واتمنى في رمضان يكون خفيف لطيف عليكم وتحقق كل أمانيكم. انت مصر بنفس الصداع اوكي. طيب نيجي نحكي على قاعدة البريزنت بيرفكت كمراجعة سريعة إلها. الله يرضى عليك، اقنعتيني يا مريم. طيب قاعدة البريزنت بيرفكت، حكينا البريزنت بيرفكت إلها استخدامين رئيسيات وثابتات in English. الأول أنا actually started in the past and ended but the consequences of which are still related in the present or still apparent in the present. حدث بلش في الماضي وانتهى، ولكن أثر لساته موجود. حكينا for example I have done my homework أو I have studied for 3 hours. أنا قد قمت بحل واجبي أو قد درست مدة 3 ساعات. الحدث انتهى، أنا درست وخلصت، بس وين الأكشن؟ هنحكي مثلا إنه I have done my homework، الحدث انتهى، بس وين الأثر تبع الحدث؟ هي موجود معي على الورقة، موجود معي على الدفتر، الأستاذ صلح لي إياه، تمام؟ أو هسه قمت عن الكورس. ثاني واحدة اللي هي أنا actually started in the past but it hasn't ended yet. حدث بلش في الماضي ولكن لسه ما انتهى. وما بدي أستخدم معه قاعدة الـ continuous إنه I am studying. لا، أنا بدي أحكي عن الحدث متى بلش، يعني I have studied since 11 AM. أنا صار لي بدرس، أو أنا درست منذ 11 صباحا، أو I have studied for 3 hours. أنا قد درست لمدة 3 ساعات. هون أنا بحكي عن الحدث، على مدة الحدث. الله أكبر، عزيزي لله. تمام، بحكي على مدة الحدث. I have studied for 3 hours. أنا قد درست لمدة 3 ساعات. For example I have played football for 3 hours. أنا لعبت كرة قدم لمدة 3 ساعات. الأثر الأكشن كيف بعرفه؟ كل ستة لابس أو على الرياضة، حمل الكرة بإيده، أو أنا شفته في الملعب. In general الأمثلة اللي إحنا شفناهم، الأمثلة اللي أنا شفت لكم إياهم، شو اسمه، القاعدة تحكي الحدث بلش وانتهى وأثره موجود. بهمني أنا كيف، بهمني شغلتين أساسيات، الفور والكيبورد. الفور تبع القاعدة subject زائد has أو have زائد verb 3، وإحنا عندنا هاي مفرد وهاي للجمع، وهنا verb 3 مهم جدا ما نغلط فيه. تمام، has have plus verb 3 plus the rest of the sentence. طيب إذا أنا بدي أنفيها، بدي أحكي الحدث ما صار، subject زائد hasn't
أو haven't زائد verb 3 بظاهر اسمين. حلو هنا لما يكون بين شغلة ثابتة بعد ما نطلع من simple present to simple past دائما أنا بنفي الفعل المساعد وبحط الفعل المساعد في البداية عشان أعمل سؤال. فأنا هون نفيت الفعل المساعد auxiliary verb ولما بدي أعمل السؤال بحط has أو have في البداية زائد subject زائد verb 3 زائد the rest of the sentence زائد question mark. مهم جدا question mark ما ننسى. هاي الفورمات بشكل عام. بالنسبة لل keywords بكل بساطة أسلم نفوتهم من ضمن worksheet خفيفة لطيفة. طيب أصلاً أفتح لكم للتشات عشان في ناس رفع إيديها عشان أعرف ماذا تريدون. شير هون مك. طيب Have you ever spaced Thomas؟ طيب هنا الأولى بناء على الدلائل اللي هي الكيوردز اللي هن before وafter. خلنا بعطيكم since وfor هذول الأساسيات. حكينا for لمدة الحدث, since لبداية الحدث, عندنا already بالفعل, just للتو, still لسه ما صارت, yet ليس بعد, وحكينا yet وجودها بالجملة منفية وبالسؤال مثبتة, never إن أنا بعمري ما عملت الحدث, يعني كان أجيب never مثبتة في الجملة واستحكي إن أنا عمري ما عملت الحدث. مش محمد ايش كمان وايفر تيجي بالسؤال ممكن تيجي بالجمله. انا ابعث لكم اياهم مكتوبات كتابه ويا بالشات اي صوت اسا جامر وزن بيرفكت. وفي عندنا so far إلى الآن. هذول هنا الكيوردز الموجودات بمقام هسه من ضمن الـ worksheet هاي راح أميز. طيب الأولى have you ever spaced to Moscow؟ هنا بيسألوا هل أنت بعمرك رحت هناك؟ طيب مين يقول لي شو بيطلع جواب هاي الجملة؟ في عندنا been, في عندنا done, في عندنا taken, وفي عندنا seen. طيب إحنا نشوف الأشياء اللي ما بتزبط بالمرة. Have you ever seen to Moscow؟ هل أنت بعمرك شفت لموسكو؟ ما بتزبط. Have you ever taken to Moscow؟ لما أخذت إلى موسكو ما بتزبط. Have you ever done؟ ما بتزبط. بطلع الجواب عندنا هنا اللي هو been. برافو برافو للصفحين اللي جاوبها. الثانية spaced she done her homework. هون إحنا عندنا سؤال. إحنا لما بنسأل حكينا has or have the beginning then subject verb 3 and the rest of the sentence. So الأشياء اللي ما بتزبط is ما بتزبط وhave ما بتزبط وhad ما بتزبط. بطلع الجواب عندنا has. ممتاز ممتاز. نيجي على اللي بعدها اللي هي related لـ keywords. طيب she has studied in the school for a space in 2004. هي درست في المدرسة من 2004. هسه هون حكي 2004 ما بزبط أحكي for 2004 ما بزبط أحكي لمدة 2004 سنوات. لا هي بتيجي since 2004. تمام تزبط in في حالة كانت simple past. هاي نكون متذكرينها. لو ما اجت لو حكينا شي استدد بتزبط ان عشان نكون احنا متفقين على هاي المعلومه. هي درست في المدرسه ب 2004 تمام, ولكن لما نحكي انه الحدث لساته مستمر, الحدث لسه ما انتهى, هي درست في هاي المدرسه من 2004, بنحكي شي هاز استدد. تمام اللي بعدها they have فراغ arrived. هم وصلوا. بنيجي نشوف الخريطه. هاي شغله نزله في النهايه سمع نسوي هاي الجملة بعدين في البقية. ونروح دقيقة بس. طب اللي بعدها they فراغ already. سوري they فراغ they have فراغ arrived. لو حكينا they have since ما بتزبط. وفي شغلة ثانية هاي ال have وهاي ال arrived. من الكلمات اللي أنا بعطيكم إياهم الوحيدات اللي بزبطوا already و just اللي بزبطوا يجوا بالنص بين السبجكت بين الأوكسيليار فيرب وبين الفيرب. يعني نحكي I have just, I have already, they have just, they have already. طيب لما نحكي they have فراغ arrived هون شو بنحكي؟ هم وصلوا بالفعل ولا وصلوا للتو؟ هسا الأغلب بيحكي بالشات ما بتزبط, يعني لازم تيجي منفية بالجملة. طيب حلو الأغلب حاكي انها already ممتاز. طيب شو رأيكم بتزبط already بتزبط just؟
السبب they have just arrived, هم وصلوا للتو. They have already sorry, they have already arrived, هم وصلوا بالفعل. الفرق بينهم وقت مش محدد بالجملة. والله نقدها يا زيد, والله برافو. هي الفكرة يا أعزائي, لما أنا بحكي يا عيني عليك, ولو أنه طب صح يا سيما, خلنا نتحكم بشكل مع بعض عشان مش بحكي, هكذا أنتم شايفين عندي مش بحكي. الفكرة العامة لما أنا بحكي they have already arrived, هم وصلوا بالفعل, ممكن قبل 10 دقائق, قبل ربع ساعة, قبل نص ساعة. they have just arrived, هسه هم صف السيارة ونزلوا. بالحالتين صح, ما عندي indicator بالجملة أكثر أوضح لي إيش اللي صار, تمام؟ فالحالتين صح, فلو جاوبته already صح, لو جاوبته just صح 100% يا سيما. لو حكينا زي ما أنت جاوبت إنه هسه صار الحدث 100%, مثلا هسه أذن, it has just, مع أذن, كلمة أذن الإنجليش مش منطقية من الدولة, يعني it has just made أذن, هسه أذن للتو. طب بعد ساعة أو بعد شوية شو بحكي؟ it has already, it has already been done, الحدث بالفعل تم, اللي هو تم الأذن, تمام؟ احنا شنو هيك, احنا الحدث مزبط بالوجهين. طيب اللي بعدها نعقل شوي, حكينا they have already, خلصنا. طيب we haven't gone out, طيب عنا yet, already, since, or just. طيب نشوف, يلا نشوف مستر احمد, نشوف من الناس يجاوبوا معنا. ممتاز, هي منفية, برافو يا لما. هسا never بدها تيجي بالنص بين الأوكسيلياري فيرب وبين بين الفيرب, نكون احنا متفقين عليها. وين راح؟ هاي تروح, هاي we haven't gone out. طيب already ما بتزبط, انا لازم تيجي بالنص بين الثنتين, وهي ما بتزبط بين الثنتين, وsince لازم يجي بعديها وقت, فبيطلع الجوابين. هاي من ناحية, من ناحية ثانية جملة منفية, نحن لسه ما طلعنا. طيب have you ever space to roam, عنا one, be, been, had, yeah, بعدها been. ممتاز ممتاز. طب انا بدي انزل الايدين عشان اذا في حدا بحب يجاوب معي عشان افتح له مايك لانه معنا مجالي. طيب عندنا مريم, ومن كمان بدي ارفع مايك مع مريم وانسام, بعدين قصي, بعدين جن. yeah, have you played golf, عنا seen, never, ever, always. طيب هسا أول إشي سين بنحذفها لأنها verb, ونحن عنا هون verb never و ever و always. أي واحدة فيها للسؤال؟ طب أنسام أو هي مريم؟ أنا. have you ever played golf. ممتاز, have you ever played golf, perfect perfect. يلا أنسام البعدية, we haven't seen you, we haven't seen you for a long time. ممتاز, for a long time, لوقت طويل. البعدية, my aunt has lived, أجاوب؟ Yes. My aunt has lived in Madrid since. ممتاز, since 2006. برافو برافو. اللي بعدها, she has been there for 3 days. يلا حكينا هسا, جنى جاوبت, ما راح جاوبي. أيوة, أي حدا, أي حدا مفتوح له مايك حاب يجاوب يتفضل. Yes, تفضل. وينها؟ 13 وينها؟ 10 اوكي مش واضحه. she has been there space 3 days. هسه 3 days شو بتاخذ, ago ولا 2 ولا 4 ولا since 4؟ ممتاز, لانها مده. برافو برافو. طيب هسه طيب هسه بدي ديما تجاوب, بعدين سلسبيل اذا بتحب تجاوب معنا فتفضل, مشكوره. يلا يا ديما يلا البعدي, عنا وصلنا عند 11. we have been waiting 9 o'clock. احنا صرنا بنستنى الساعة 9. هاي بداية الحدث ولا مدة الحدث؟ هذا جواب since. ممتاز, since 9 o'clock. برافو برافو. سلسبيل حكينا إذا بتحب تجاوب, عمر اللي بحب يجاوب, رؤى, رولا, أي حدا فليرفع يده وليتفضل, مشكور. طيب مين إنما جاوب هون؟ شاهد, لما, أحمد خصاوني. يلا عندنا 12, 13 و14, بعدين ننتقل للكوز. all of us have been learning English space we were three, من لما كان عمرنا 3 سنوات, فشو بتطلع؟
سنس لأنه بداية حدث. برافو برافو. اللي بعدها أحمد. We have met Pedro space 5 years. إحنا قابلنا Pedro for at on since. هسه هنا هسه هون بيحكي إنه إحنا قابلنا فلان. أظن since. هي لأنه قابلنا فلان الفعل هذا أجبرنا على since. هي المفروض إنه 5 years تأخذ 4. ولكن الفعل اللي هون هو أجبرنا للأسف على شو اسمه أتمنى عن السنس. طب اللي بعدها يا في حد جديد أليس أجاب؟ أيس تفضلي مريم أحمد لما يلا حدا يجاوب معنا من الضيلات. وصلنا have you space eating lobster. have you space eating lobster هنا سؤال حكينا أي واحدة تيجي مع السؤال. Have you ever? ممتاز. اللي بعدها I have spaced prawns. يلا سبيل تفضلي. I have spaced been to France. Ever? لا هو أنا بدي أحكي إنه بعمره ما راح لأنه هسا sense of ما بزبطوه فبطلع عندنا never أو ever. ever تيجي بالعادة بالسؤال. never. I have never. ممتاز. يعني أنا بعمري ما روحت على فرنسا. And the last one. That's the smallest car I have space driven. Ever. ممتاز. I have ever driven. هاي أصغر سيارة أنا بعمري قدها. طيب. نشيل هاي صادر الكوز تبعكم صح؟ إيه. إيش؟ هاي. تفضل. هبعت لكم رابط الكويز كمان مره وكنا جابت لكم اياه انديفيدوال وفي الفورم يعني رجاء عبوا الفورم. هاي ما بتنسناش. يلا تفضلوا على الله يكون جدعان. مش هحتاج استاذ مش هحتاج استاذ مساعد معي خلص انتم بتكفوا بتوفوا الله يرضى عليكم. طيب هاي رابط جروب الفيسبوك رابط رابط الفورم بليز عبو الفورم رابط الكويس وهي ابتداء من الأسبوع الجاي نرجع على موعدنا على الساعة 6 ونص يا حلوين. يا الكويس مدته اعتبروا 10 دقايق ما في انبسطوا يوم نفس اليوم نفس الشيء بدي يرجع نفس ما كنا قبل رمضان. يا 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 اصوات المستمعين الصوت لا رسالة كمان. طيب أتمنى تكون الحصة خفيفة لطيفة وانبسطتوا فيها واستمتعتوا فيها وأتمنى إنه يعني تكونوا فهمتوا علي وعلى شرحي وما تكونوا مثل جنى تبعثوا مسبات للناس على التعليقات حتى لو كنتم مش فاهمين. وجد بتمنى يا ديما إنك تكوني فهمتي الأشياء اللي ما كنت يعني لما بعتردت الحصة ما كنت فاهمة. أتمنى جد إنه كلكم تكونوا فاهمين أموركم تمام وما عندكم أي مشاكل. مهم جدا جدا انكم تستفيدوا من الحصه باكبر قدر ممكن. اي شيء تبونه قولوا لي ببعث لكم اياه جوا الجروب ان شاء الله على جروب الفيسبوك. انا هسه بدي ابلش احل اللي حابب ينور معنا بعد الرابط تبشري ايه ده اي رابط الكويز عشان نكون تبعت لنا الحصه ايه الكويز اكثر من مره. الحمد لله الحمد لله يا ديما انك كنتي الله يعطي قلبك يا رب. هاي الكوز موجود ان شاء الله اموركم تمام الله يرضى عليكم. يلا الحين بيتر ما تسوي بيتر بيتر هاف ريد لا بيتر بخذ هاز بيتر هاز ريد نفس ما هي بيتر هاز ريد الريد بس اذا في حدا حاب يشارك معي مخلص من الكوز حاب يجاوب معنا فليتفضل مشكورا بدي انزل بالايدين عشان افتحكم مايكات للي بحب. مين ده؟ معلق عند الأستاذ. ما بعرف حاول أغير من التليفون ثاني من اللابتوب. الموقع هو نفس ثقيل شوي يعني معلق على التليفونات. حاول نزل الابليكيشن فيهم ابليكيشن برضه. How long have you been studying English? I have studied English for many years. Next.
إيش اللي كانت تصير ما تزبط معي هسه مش عارف أسميها ليه؟ كان في طريقة يندمجوا مع بعض ولا لا ولا سير صبر هذا ولا طيب they haven't Stephen has studied math. Because we finish 35, inshallah, or 36, I have never visited the past. You. You haven't worked. لما مركز أول عنده غلطتين زيد عنده ثلاث غلطات ليه ركزوا بالفيرب 3 يا جماعة it hasn't ولا it has been إيش بدك تقول it has been raining أو it has rained I'm sorry واضح أنا كثير مركز في كمية الإجابات اللي تطلع مني كلها غلط has he given up Has he given up the tournament? No, he hasn't. Have you worked for your uncle? Rafael Nadal, the final has won. I have been a teacher since 1998. Cindy has directed. في منهم بخربطوا لأنه بكون حاط has مع verb 1 أو has مع verb 2 فبقون تركزوا بالverb 3 The present perfect is born by has, have, verb 3 صبرك علي انا اخذ المركز الاول قربت قربت انت المركز الثالث يا احمد الاولى لما الثاني زيد انت الثالث فرقت بينك وبين زيد سؤال قبل نادال has played tennis since the age of 3 قبل بلعب تنس من عمر 3 سنين بس وش فيه الخامس اوتش من رابع ايدو يا السلام عليكم. وعليكم السلام. هسا بختار واحدة من هون عشان طلعت جواب. تجي. الله يحفظ الوقت يا أحمد. قد عيالة ما. والله المهم يمكن تكونوا فاهمين القاعدة أول مرة مرة تركزوا فيها وتكون أموركم ممتازة بس مش فاهم صوتك قطع يا مرحبا. I have been. جانا على خير لما تكون توجيهي لما توصل التوجيه إن شاء الله وتكون طالعة مثلا فرصة أو طالعة من الصف رايحة أي مكان وتلاقي أستاذ قاعد بيشرح لأي صف ثاني تدخل تشارك معه وتطلع والله سويتها ما بعرف استني ما بعرف ليش شو اللي شيل حال سكر عندك الموبايل لا 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 أستاذ إيش هو اللي لا إيش فيه هاز هي كول صح؟ رح تطلع من حصة ايه؟ ايه؟ لا حنطلع بس اسأل خلص السؤالين هذول ونشوف بس ما بعرف شو المشكلة حاولت افتحك مايك كمان مرة يا مرح مش من عندي بأكد لكم مليون بالمئة مش انا اللي بسكر المايكات الابليكيشن لحال زوم ما بعرف ليه The sound contest hasn't started yet قدعة يقولوا كريستيانو رونالدو has represented Portugal
الثالثة. لما هاي غالبا لما انسان موجودة. رولا جايب كلمة من تحت يا رب تكون مرتب. هل انسان موجودة تحت؟ انا جاوبه خلص ممتاز. انا نفس الشيء اوكي الله يعافيك سيد الله عليكم. طيب هسه اللي بده يطلع بس يعبي الفورم ووقتكم الف عافيه الله يعافي قلبك يا احمد. هوبفلي تكون حصه جميله واستمتعتوا فيها. شخير الذي خانها بك مالها هاز هاز كومبوز سونجز يس حكينا عندنا انسان موجوده ممتاز. هسه انسان في عندها شو اسمه عندها مفتاح لا تربحه لحدا ولا ما عندها مفتاح لا تربحه. ليه زعلانه؟ وش بي؟ ليه زعلانه؟ وش بي؟ وش عملنا احنا؟ حرام يكون الله زعلان منا مش بنخليه. طيب احنا حكينا عندنا لما هي المركز الاول. اوكي ماشي. هذا سنة. طيب هيك احنا كنا هنا الكويز يا اعزائي. بس اسمها عندنا انسان حابة تربح حدا من الموجودين الاشتراك وفي عندنا الله يحفظك يا رب بدك مفتاح. طيب صرت اربع حواس ماشي. طيب طب لما ايش نشوف لما؟ طبعا مش مفتح المايك لما صح. الله يعينكم عليه استاذ. يس هسه انت ربحتي اشتراك. انت مشتركه بالمنصه حابة الاشتراك يكون اليك ولا حابة تهدي لحدا؟ لا حابة يكون الي. طيب طب انسام انت نقي بين مرح وبين سيما وهنا انا بدي اسكر الشات ولا بتطلع سوري بين مرح وبين بين جنى. لا استاذ ما تحكي لي اختار انت اختار حدا بينهم لا مو عشان اطلع من الطابق عشان قلت لك اختاري. بس لما بالله ابعثي مسج عشان ولا خلاص اعطي لما اي لما لا انا كثير يعني خاصة اخر خمس دقائق من الحصه انا تركيزي صفر. طيب هاي رقم بعثت لك اياه يا لما عشان يا رب نضل مركزين. هاي رقم بعثت لك اياه يا لما تبعث عليه عشان الاشتراك مبارك ومرح معك الرقم صح؟ وانسان معك الرقم صح؟ اذا معكم رقمي ابعثوا لي عشان ابعث لي الكود عشان ابعثه يعني ابعث لي الكود وانا ببعثه لمره. هاي الرقم كمان مره تمام. وكان الله ولي التوفيق وانا بدي اروح قبل ما انسى كل اللي قاعد بيصير معنا في الحياه. ورولا برافو برافو اخذت المركز الاول بس انت متاخر حبتين. المره الجايه بتحاول تكوني اسرع بس انا فخور جدا جدا انت ما عندك الا غلطتين او ثلاث اغلاط يعني. بعد رمضان على خير بنرجع لموضوع الحصص البرايفت للي بيحب وللي بفضل. بعدين ايش في حد يعني سيما حتى بعثت رقمي ايش في؟ انا بقول يلا باي يعطيكم الف عافيه والله انكم سفاحين جدا جدا يعني من بدايه من الشباب احمد وزيد وقصي واحمد خصاونه يعني سفاحين سفاحين جدا ممتاز يا مرح وصل الرقم. من الصبايا الله يعطيهم الصحة عندنا مرح جنى انسام لما مريم سيما سلسبير كل الصبايا في شاهد عشان ما نحوش ضيع الاسماء كلها. لا ما شاء الله عليكم جدا جدا سفاحين. مين بقوله انا؟ نحن حكينا شو اسمه حكينا سيما. وهيك الله يعطيكم الف عافيه يرضى عليكم ويحفظكم ويجزكم الجنه وخصمك وين من الشات عشان اسكرها بس في حد سب علي. الله يعطيك العافيه استاذ. الله يعافيكم يا رب. في الباي جهزوا في عندنا الساعه 5 بعرف شو حصه تشوف بس تروح تجهزوا لها.